جات لي فكرة وأنا شايف حامل الشعلة الأولمبية مهمته الأساسية وولاءه الأول الحفاظ على هذه الشعلة لا تنطفئ. مهما حصل من أحداث لازم يوصل للإستاد علشان يسلم الشعلة وتبدأ البطولة. سألت نفسي إيه هو الشيء اللي المفروض دايما لازم يكون ليا ولاء تجاهه، أرتب حياتي كلها عشانه وأضحي بكل شيء في سبيل حفاظي على شعلتي. لقيت في دنيا البشر ناس مننا ولاءه لمصلحته، وهي دي شعلته اللي دايما منورة في حياته. بص، هو معاك لو حققت له مصلحته حتى ولو على حساب مصلحتك انت، وينسحب من العلاقة معاك ويطفي العلاقة لو ما لقاش عندك منافع. اقولك حتى مع الله، لو عنده مصلحة مع الله تلاقيه يقول يا رب، واول ما ياخد النعمة يسيب ربنا تماما وما يرجعش تاني الا مع اول احتياج. ربنا بيقول في القرآن: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. أجمل حاجة إن ربنا بيقبله كل مرة لأن ربنا رحيم. ولقيت في دنيا البشر ناس مننا شعلته وولاؤه لمزاجه الرايق وتكبير الدماغ، ورغم إن الحياة اتبنت على الأخذ والعطاء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني لتعاونوا، لكنه مزاجه رايق جدا مستعد يبيع أي مسؤولية تقل راحته أو تشغل باله. شاب بس بالنسبة له أبوه أمه بتوع الفلوس، لكن وقت أزمتهم المادية والنفسية مش عايز وجع دماغ يبيعهم، ودي شعلته المزاج الرايق. صاحبي في الضحك والهزار والكورة والبلاي ستيشن، لكن لو أبوه مات ولسه بقى الغسل الساعة 8 الصبح بكرة مش طالب اصحى بدري، هبقى اروح له العزا بالليل. عايز دايما يحافظ على شعلته، مزاجه رايق ومكبر دماغه، لدرجه انه ممكن اب وام لسه شباب صغيرين وعيالهم لسه محتاجين يتربوا، لكن هم دايما سايبينهم مع الدادة عشان مش عايزين وجع دماغ، رغم ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واللي ربنا هيساله يوم القيامه وما يلاقيش جواب قول لي يروح لمين. فبعد تفكير لقيت إن ولائي الأول وشعلتي الأساسية اللي لازم دايماً تكون منورة في حياتي هي إنسانيتي، الصفة اللي ربنا خلقني عليها وأرادني دائماً إنسان. والإنسانية هي العطاء والرحمة. في كل موقف تقدر يكون لك فيه عطاء أو رحمة تمسك بشعلتك، لا تطفئ شعلتك إنسانيتك، ربنا شايفك دايماً. سيدنا عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وتاني رجل يدخل في الإسلام بعد سيدنا أبو بكر الصديق من العشر المبشرين بالجنة، ما خرجش مع سيدنا رسول الله في غزوة من أهم الغزوات، غزوة بدر، وما كانش خايف ولا نايم ولا مشغول. هو كان إنسان لأن مراته كانت عيانة وقتها، السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففضل إن هو يجلس معها يطببها وياخد باله منها ولم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل حاجة إن النبي الإنسان لما رجع من الغزوة ملموش، شكروا إنه كان حنين ورحيم مع زوجته السيدة رقية. حاتم الطائي يقول لك الكرم الحاتمي، أشهر مثل للكرم عند العرب. عارف ليه حاتم الطائي هو أشهر الكرماء؟ لأنه كان عنده فرس من سلالة نادرة وكانت الناس بتيجي تتفرج عليه من شتى بقاع الأرض. ففي يوم من الأيام جاله ضيف عشان يتفرج على الفرس بتاعه، بص جوه بيته ما لقاش أكل، فقام ذبح الفرس عشان يأكد الضيف لأنه إنسان، فاشتهر في العالمين. وهفكرك، شعلتك هي إنسانيتك العطاء والرحمة. ربك بيقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الزبد يعني الفقاقيع، تفاهات الأمور تتلاشى دون نفع، محدش بيفتكرها لا في الدنيا والآخرة. أما الشخص المفيد النافع الرحيم المعطاء فبيبقى في القلب في الدنيا وبيشفع لي أحبابه اللي رحمهم وأعطاهم في الآخرة. فاللهم يا رب العالمين، اجعل ولاءنا لك واجعل تمسكنا برحمة وعطاء حبيبك، وأفض علينا بالرحمة والعطاء يا رب الأرض والسماء.